بإجماع الحاضرين وبإجماع القاعة تم انتخاب عزيز الرباح كرئيس لجمعية المبادرة الوطن أولا ودائما. عزيز التوفيق والتألق. كنبغي نأكد من خلالكم على أن هذه المبادرة هي اقتراح جاء من عدد كبير من الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارج خارج الوطن، يعني من الجالية كفاءات، يعني من المهندسين، الأطباء، الأساتذة، الطلبة، رجال ونساء طبعا، يعني الجنسين، من رجال الأعمال طبعا والمهنيين، كفاءات متعددة يعني حتى متقاعدين. طبعا هناك كفاءات الذين لهم تجربة سياسية، البعض له تجربة نقابية، البعض له تجربة جمعوية. توافقنا جميعا من أجل أن نطلق هذه المبادرة التنموية من يعني وغتشتغل في 4 محاور أساسية نبغي وسائل الإعلام طبعا أن تؤكد عليها. المحور الأول أننا مع كافة المغاربة الغائورين سنساهم في الترافع على القضايا الوطنية الكبرى وخاصة القضية الوطنية والقضايا الكبرى للوطن، ثم نساهم إن شاء الله في الإشعاع الوطني الحضاري. المغرب دولة عظيمة لها تاريخ، لها ثقافة، لها قيم، لها إشعاع حضاري. نساهم يعني بقدر المستطاع مع كافة المساهمين. ثم المجال أو المحور الثاني سنشتغل داخل المجتمع. المجتمع تبين الحمد لله أنه مجتمع قوي أصيل ولكنه منفتح، لكن يحتاج دائما إلى مبادرين من أجل تمنيع المجتمع ومزيد من التضامن داخل المجتمع ومزيد من تقوية وترسيخ القيم داخل المجتمع، كل القيم الوطنية التي أجمع عليها المغاربة. ثم أيضا المحور الثالث هو الاشتغال في المسار التنموي. بلادنا اليوم أطلقت نموذج تنموي جديد بقيادة جلالة الملك حفظه الله. فإذا هذه الكفاءات إن شاء الله بأفكارها، باقتراحاتها، باجتهاداتها، بتجاربها، بعلاقاتها ستساهم في هذا المسار التنموي تقييما واقتراحا ومبادرة. وأخيرا المحور الرابع اللي غتشتغل عليه هذه المبادرة هو تأطير المواطنين، خاصة حاملي المشاريع وخاصة الشباب والنساء وبعض الفئات الخاصة، يعني لأن نحتاج إلى مثل هذه المبادرات من أجل التأطير. طبعا لن نكون وحدنا في الساحة، هذه مبادرة ودينامية ستنافس المبادرات الأخرى. دائما أنا أقول حبذا لو أن يقع تنافس كبير بين كافة الفاعلين. الوطن غالي ويحتاج إلى مبادرات كثيرة، يعني بالناس اللي عندهم تجارب واللي عندهم يعني رؤية واللي عندهم تصور وعندهم غيرة طبعا على الوطن. فإذا نحن إن شاء الله بعد ذلك سنوقع شراكات مع مؤسسات، سنوقع شراكات مع جمعيات، وبعد التأسيس إن شاء الله ستكون أيضا الفروع داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. جاءت المبادرة كفكرة مميزة للنهوض بإذن الله بالميدان أو المجال العمل الميداني لإدماج جميع المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، وارتكزت على المجالات الحيوية الأساسية ببلادنا التي تتعلق أساسا بالرقي بالمجال الاقتصادي والاستثمار والمقاولة، كيفية إدماج النساء في التنمية الوطنية، كيفية إدماج الشباب أيضا في التنمية الوطنية، النهوض بالتعليم في جميع الأسلاك والتعليم الجامعي أيضا، كيفية إدماج الرقمنة في جميع الميادين والمجالات، إضافة إلى ذلك كيفية الدفاع على الوحدة الترابية وكل ما يتعلق بالنهوض باللوجيستيك والبنية التحتية بالوطن. إضافة إلى هذا هناك مجالات تتعلق أيضا بالمجال الفني والمجال الثقافي، كيفية الاستفادة من هذه المجالات من أجل دعم الشباب وتصحيح القيم الأخلاقية، القيم التربوية، القيم الإسلامية عند الأبناء ديال المغاربة كافة سواء داخل وخارج أرض الوطن. تطرقنا أيضا إلى أنشطة متعلقة بكيفية تكوين تعاونيات، تحفيز العمل في المجال القروي خاصة والعمل في المجال عفوا القروي والجبلي أساسا من أجل النهوض بالفتيات المنقطعات عن الدراسة، وأيضا بالنهوض بالنساء الأميات في المجال القروي عامة، ثم كيفية إدماجهن بشكل يسير إن شاء الله في الاقتصاد ثم في المجالات الحيوية ببلادنا. إجماع من ضد التصويت على عزيز الرباح كرئيس؟ أتكون عايشة بنتي الله.